حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم، واهلا وسهلا بكم في مشوار برنامج متداول لهذه الحلقه وهذا اليوم الذي من خلاله اخترنا اهم واخر الفيديوهات الرائجه والمتداوله على منصات التواصل الاجتماعي على مدى ال 24 ساعه الماضيه. سنتعرف على تفاصيل جميع تلك القصص لاحقا، لكن قبل كل شيء سنذهب الى العناوين. لاول مره في تاريخه الشرطه بطل كاس العراق. انقطاع الكهرباء في ملعب الشعب الدولي والوزارة توضح. كاظم الساهر يتسلم قميص ناديه المفضل الطلبة. قد لا يعرف كثير منا أن الفنان كاظم الساهر يشجع نادي الطلبة العراقي ومن أشد معجبيه. كان الساهر يحضر أغلب مبارياته في العراق سابقا، ولأن القيصر كان وفيا لناديه الطلبة الذي يشجعه، أحب نادي الطلبة بالمقابل أن يرد الوفاء بالوفاء، حيث قام عضو إدارة نادي الطلبة السابق السيد حيدر مقصود بإهداء الفنان الكبير كاظم الساهر قميص نادي الطلبة في بيروت. بدأ الساهر سعيدا جدا بهذه المفاجأة والهدية أو القميص الذي كان يحمل اسم كاظم الساهر ورقم 10 في مفاجأة لجمهور الطلبة وجمهور الساهر الكبير في العراق وخارجه. كانت هذه اللحظات القصيرة جدا المصورة عبر مقطع فيديو عند استلام كاظم الساهر لقميص نادي الطلبة. كتب عضو إدارة نادي الطلبة حيدر المقصود معلقا: هي لحظات لا تتكرر. قد يرى الكثيرون أن شخصا بقيمة وحجم الموسيقار والفنان الكبير كاظم الساهر بعيد عن أجوائه المحلية، وأن مشاغل الحياة جعلته يبتعد عما كان يحب ويعشق في أيام شبابه. تناقشنا واختلفنا كثيرا أنا وأخي وائل حسن عضو مجلس الإدارة السابق حول مدى حب الفنان الساهر لنادي الطلبة. عندما وصل إلينا كان مبتسما وهو يعلم نحن نأتي من مكان كان هو مشجعا شغوفا فيه. قلت له مازحا عبارة، فقلنا بس لا نسيت الطلبة، ثم رد بقوة: لا مستحيل. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي كتبت حول قصة تسلم كاظم الساهر لهذا الإدريس الذي يحمل الرقم 10 واسم كاظم الساهر، كانت التعليقات كالتالي. سنذهب إلى التعليق الأول مع محمد الجنابي، يقول: المفروض من كاظم الساهر ولكونه من مشجعي نادي الطلبة لازم هسه عنده أغنية رياضية خاصة للطلبة. تعليق أيضا من عدنان الشمري يقول: والله لو أني وأحب فريقي أتبرع إذا ملكيتي أكثر من 100 مليون دولار، أتبرع أو أستثمر بالنادي. بعد إذا كاظم الساهر تحبهم ساعدهم وخليهم بالمراكز الأولى، ليش كل سنة 10 و8 يعني بالمراكز 10 والثامنة. أيضا تعليق آخر من أمير محمد الخفاجي: الطلبة هذا الموسم إذا ما رجع للمنافسة على الألقاب أعتقد النادي انتهى ولم يعد أحد الأندية الكبار. أبو حسن يقول: إيش منتظر يا كاظم، يسوي لك شيء للعراق، كافي مو العمر يركض بيك، على الأقل استثمر بالنادي وحتى لو تخسر فلوس بس تريح قلوب وذكرى دائمة الخاطر، الله شو وقت تحن على هذا البلد اللي سواك. تعليق من ضياء الجشعمي: مع الأسف أبو وسام، المفترض الزعيم يشجع الزعيم، كبير أنت يا أبا وسام فلازم تشجع الكبار، الزوراء نهر العراق الثالث. تعليق من صفاء العتيبي يقول: هو غير طلابي قديم من الثمانينات يعشق الأنيق، أبو وسام لا يابه
عارف شلتاغ. للمرة الأولى في تاريخه الشرطة بطلا لكأس العراق بكرة القدم ولقب البطولة من نصيبه. فرحة كبرى أثلجت قلوب جمهور النادي الكروي العريق وعشاقه، فخلال مباراة حاسمة جمعت نادي الشرطة بغريمه فريق القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي، سجل القيثار هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب البرازيلي لوكاس سانتوس في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ليحسم بذلك المواجهة القوية محققا الثنائية المحلية. الشرطة خطر للشرطة، البواز إلى فهد اليوسف، فهد حسين خطرة، هدف أول جول لدخول التاريخ وللحصول على الثنائية ولفك العقدة والنحس. البرازيلي من أتى من شواطئ كوبا كابانا، من شواطئ ريو دي جانيرو، كسر البلل الكروي، كسر السبات، وعن طريق الأقدام البرازيلية وعلى الطريق وعن طريق الأنغام، أنغام السامبا، أنغام سامبا بطرب بنكهة عراقية. البرازيل هنا أفراح وهنا أحزان، وهنا من يفرح وهنا من يحزن، وهذا حال كرة القدم، هذا حال كرة القدم. وفي المباراة النهائية علينا أن نهنئ الفائز، لكن هنا الجملة التكتيكية، كرة وهدف، ذكرنا بهدف الشرطة في مرمى النفط، لكن هذه المرة من سجل الهدف في المباراة السابقة في مرمى النفط يصنع الهدف للبرازيلي لوكاس سانتوس، وبالتالي تتغير النتيجة. بهذا الهدف الخاطف والوحيد تربع نادي الشرطة الرياضي على بطولة كأس العراق لأول مرة بتاريخه بعد فوزه المستحق على نادي القوة الجوية. المباراة شهدت حضورا قويا جدا من قبل الجماهير العراقية من الطرفين، والتي ملأت مدرجات استاد الشعب الدولي لمناصرة فرقها الكروية، وبحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال ووزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري وشخصيات أخرى. لحظة تتويج نادي الشرطة بكأس البطولة في هذه المقاطع نتابعها. مبروك لفريق الشرطة بهذا الكيان الكبير العظيم بتاريخه، بإنجازاته، بنجوم الكبار الذين مثلوا هذا الفريق، وبالتالي هنا فرحة، هنا التقاط صور للذكرى في هذه الليلة اللي راح تكون للذكرى لعشاق القيثارة الخضراء. مبروك للشرطة، هنا فرحة، هنا سعادة، هنا ابتسامة، هنا رفع الكأس في العاصمة الحبيبة بغداد، ولفريق الشرطة بغداد شرطاوي، بغداد شرطاوية من خلال هذه الليلة الجميلة، ليلة تحتفل من خلالها جماهير القيثارة الخضراء في هذه الليلة الجميلة، ومن خلال التتويج في بطولة الكأس، كأس العراق في هذه النسخة. وليدخل مؤمن سليمان التاريخ باعتباره أول مدرب يحرز اللقب مع فريقان مختلفان. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي كتبت على منصات التواصل الاجتماعي حول فوز نادي الشرطة ببطولة كأس العراق بكرة القدم كانت كثيرة، سنبدأ مع السيد زيد. ماذا يقول السيد زيد في تعليقه؟ يقول ألف ألف مليون مبروك لقب كأس العراق الدوري 3 سنوات على التوالي 2020 و23 و24 أبطال قيثارتي. أيضا تعليق من حسين يقول ألف ألف مبروك للقيثار، يستاهلون وبجدار، موسم رائع على رئيس الوزراء، مكافأة اللاعبين ودعمهم ماديا، فوز
فازوا بعشتريدون مبارك وهارد لك للقوة الجوية. تعليق من حسين الطائي: اللي يشجع الشرطة ما يخسر. 1000 مليون مبروك، الفرحة فرحتين، دوري وكأس، وهنيان العراق بهيجي أبطال، وكفوا منكم حبايب ما قصرتوا. نوال عباس: هي الشغلة حظ، واللي ما عنده حظ لا يتعب ولا يشقى، المتضرر الوحيد هذا الجمهور المسكين، موسم عشناه إجاك الذيب إجاك الواوي، والتخبطات لا تعد ولا تحصى، وبالأخير فازوا علينا. هذا كان تعليق نوال. تعليق آخر من علي الركابي: يستاهلون صراحة، أكثر نادي منظم إداريا وماليا، ويعرفون يشتغلون، مبارك عليهم. تعليق من مؤمن السيمان: هذا الفوز أعطى البرهان القوي أن المدرب المحلي انتهى وصار اكسباير، وأن النادي الذي يريد الفوز عليه التعاقد مع مدرب غير محلي. مبروك للشرطة، يستاهلون. في أهم حدث كروي وهو نهائي بطولة كأس العراق، انقطع التيار الكهربائي بداخل ملعب الشعب الدولي. هذا الموضوع فتح نار الانتقاد على وزارة الكهرباء وجعلها في موقف لا تحسد عليه، في موقف محرج. لكن هل لها علاقة بما حصل فعلا؟ لنتعرف سوية على ما جرى. فبينما كانت أنظار الجماهير على الملعب واللاعبين والأعصاب مشحونة ومشدودة بين الخصوم والمشجعين خلال المباراة التي جمعت نادي الشرطة والقوة الجوية، فجأة ودون سابق انذار طفت الكهرباء وخيم الظلام على الملعب، ليضطر حكم المباراة إلى إطلاق صافرته وإيقاف اللعب قبل نهايته حتى عودة الكهرباء مجددا واستئناف اللعب. طفت مال الملعب، توقفت اللعبة، والجماهير راح يشغلون فلاشاتهم حتى يلعبون. راح يشغل فلاشات حتى يلعبون. أبو جيجو بيهفي. هفي أبو جيجو. ضوية طفت مال الملعب، توقفت اللعبة، والجماهير راح يشغلون فلاشاتهم حتى يلعبون. يلعبون. راح يشغل فلاشات حتى يلعبون. أبو جيجو بيهفي. هفي أبو جيجو. ضوية طفت مال الملعب، توقفت اللعبة، والجماهير راح يشغلون فلاشات. سخرية وتهكم وغضب واستنكار صب على وزارة الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي كما شاهدنا في ملعب الشعب الدولي. لتسارع الوزارة إلى توضيح السبب ببيان رسمي أوضحت فيه أن انطفاء الكهرباء سببه خلل فني بمولدات الملعب ولا علاقة للوزارة بما حصل، حيث تنص لوائح الاتحاد لكرة القدم أن تشغل الملاعب إنارتها ومرافقها الحيوية على المولدات الداخلية للملعب حتى بوجود الكهرباء الوطنية التي كانت جاهزة ومؤمنة وتم تشغيلها فورا، وأعيدت الإنارة كاملة للملعب. حادث عرضي قد يحدث بجميع الملاعب، لكن العراقيون لم يتركوا ما حصل دون تعليق أو رد. هذا هو كان رد وزارة الكهرباء، وهذا هو التوضيح الرسمي الذي نشرته على منصاتها، وتقول: تود وزارة الكهرباء أن توضح للجمهور الرياضي الكريم أن انطفاء الكهرباء خلال مباراة نهائي كأس العراق لكرة القدم بين فريقي القوة الجوية ونادي الشرطة الرياضي هو بسبب خلل فني بمولدات الملعب، حيث تنص لوائح الاتحاد والذي قرأته لكم قبل قليل. أما ردود الأفعال وتعليقات والآراء التي جاءت على منصات التواصل كانت كالتالي. نبدأ من علي القراولوسي، يقول في تعليقه: والله عيب عليكم، يلعبون بالليل، المفروض الملاعب العراقية يكون اللعب بها بالنهار فقط حتى لا يضحكون العالم علينا. أنت تعرف إيش قد درجات الحرارة بالنهار؟ أنت تعرف وصلت أكثر من 50؟ تريدهم يلعبون بالنهار؟ عموماً، تعليق من دلكش طاهر يقول: خلي الجمهور يشغل لايتات مالت الموبايل ويكملون اللعبة، مو عيب. ثم يضحك على ما قال: المفروض يكون عندهم خط مولدة للاحتياط وهيجي مواقف. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر سيكون مع حمزة:
صار حريق كبير خارج الملعب بالمغذيات الرئيسية مالت الإنارة وانطفت. ليش المنتقدين ما يذكرون السبب؟ بكل العالم تصير هاي الحوادث، وبملعب زاخو احترقت أيضا غرفة مغذيات الكهرباء لكاميرات التصوير. عادي يعني تصير. أحمد الخزرجي، احنا ما نقدر نصير مثل البشر ونجيب شركات عالمية تسوي لنا كهرباء عراقية؟ نفسهم دولة يقمزون الأحزاب اللي ما أخذ الكهرباء من الدولة الجارة بأسعار خيالية، والشعب يطب مرض، والموضوع أكبر من درجال ومن السوداني وبسط النفوذ وفرض السيطرة. تعليق آخر من هذه المرة، تعليق منهم قدير، تقول هذا هو العراق العظيم وجاي نطلب من الاتحادات نلعب بأرضنا وبكل أريحية وفخر. يا معود قعدوا وسكتوا، لا تورطونا قدام خلق الله، الكهرباء مو مستقرة عندنا ومو أمان. يوسف يقول صلوا على النبي يا جماعة واستهدوا بالله، عادي تصير، لا تكبروها، المهم رجعت بالأخير الكهرباء ولعبة واللاعبين بأريحية. ومبارك الفوز لنادي الشرطة وهارد لك لنادي القوة الجوية. بعد هذه الأحداث الرياضية يوم أمس والتي اقتحمت منصات التواصل الاجتماعي، ما زالت هناك الكثير من الأحداث والقصص والستوريات الرائجة والمتداولة، سنذهب إليها أيضا خلال الوقت المتبقي، لكن قبلها نذهب إلى العناوين. الأقشم ملك الساحة، عراقيون مصدوم بقوة لوري مرسيدس. جهنم تنور ما تحمل، عامل صيني يشكو من حرارة البصرة. اللي في الفيديو زوجي بلوغر توضح تفاصيل مقطع فاضح. أبو صابر متحمل، شلون أني أتحمل؟ أو أبو صابر ما تحمل، شلون أني أتحمل؟ راح أموت. من العراق عامل صيني يوجه نداء استغاثة إلى العراقيين، فمن هذه الشخصية؟ من هو؟ هذا هو حسين الصيني، هكذا يعرف عن اسمه. الشاب يتحدث باللغة العربية وبلهجتنا العراقية الدارجة، يعمل في البصرة وتحديدا بداخل حقل الرميلة الشمالي، حيث انتشر له فيديو قصير وهو يشكو من ارتفاع درجات الحرارة في البصرة والتي تجاوزت 50 درجة مئوية مع الرطوبة طبعا، وشوية كركم على بهارات على ملح مال نصرة، يعني الوضعية لو زينة. لنتابع. شاب عراقي، هسه أنا حاليا بالرميلة الشمالية، درجة حرارة يصعد 60 إلى 70، الدنيا تشوي، مو دنيا، جهنم تنور ما تحمل، ابو صابر ما تحمل، احنا شلون نتحمل؟ ما راح ابقى، راح اسافر، راح اموت اذا ابقى. شاب عراقي، هسه انا حاليا بالرميله الشماليه، درجه حراره يصعد 60 إلى 70، الدنيا تشوي، مو دنيا، جهنم تنور ما تحمل، ابو صابر ما تحمل، احنا شلون نتحمل؟ ما راح ابقى، راح اسافر، راح اموت اذا ابقى. هاي مو دنيا، جهنم تنور ما تحمل. بهذه الكلمات اعرب حسين الصيني عن تذمره من ارتفاع درجات الحراره في حقل الرميله الشماليه، معلنا عن اتخاذه قرارا بمغادره البصره او العراق بشكل عام لعدم قدرته على تحمل الحرارة المرتفعة. هذا الفيديو حاز على تفاعل واسع بين العراقيين الذين أعادوا مشاركته على حساباتهم الشخصية وبمواقع أخرى لتتجاوز مشاهداته أكثر من 3.5 مليون مشاهدة. حسين الصيني المتذمر حاليا من الارتفاع المخيف بدرجات الحرارة سبق وأن صور فيديو وهو يطلب من العراقيين مساعدته، لكن ليس لمغادرة العراق بل لشراء منزل له وسط البصرة. شاب عراقي، شلونكم؟ شخباركم؟
وياكم حسين صيني. شباب اريد اشتري بيت بالبصره، يا منطقه زين يكون نظيف رخيص متخبل، بس اخبرني في منطقتي تعليقات. مشكور. شباب راقي شلونكم شخباركم، وياكم حسين صيني. شباب اريد اشتري بيت بالبصره، يا منطقه زين يكون نظيف. ردود افعال كثيره جاءت تعقيبا على مناشده هذا الشاب الصيني، اخترنا لكم منها هذه النماذج التي ستظهر على الشاشه. نبدا من مساعد العنزي. ماذا قال مساعد العنزي في تعليقه الذي كتبه على معاناه هذا الرجل حسين الصيني؟ يقول مساعد العنزي: دولاب الدولاب، كش وقت عرفت ابو صابر لتضرب به المثل، عباله مثل جوهم بالصين، بارد وثلج، ما يدري هو بر ميل الشماليه اللي اقل درجه حراره بها تصل الى 57 درجه، الله يلطف بحالنا يا رب. مع العلم ان هناك بعض المناطق في الصين ايضا تصل درجات الحراره فيها الى اكثر من 50 درجه مئويه في ظل التغيرات المناخيه العالميه. تعليق من عباس يقول: عباس حبيب، هذا صيني يتكلم اللهجه العراقيه من زمان، عايش بالعراق، يشتغل بشركة صينية اللي تبرم عقود صيانة خطوط أنابيب وخزانات وغيرها، واسم حسين حسب ما يدعي. أم علي العبيدية تقول في تعليقها الذي كتبته عن حسين الصيني، تقول أم علي العبيدية: عمي زين صيني ويشتغل بدرجة حرارة 60، ولا عزل ولا فصل، كان الله في عون العراقيين. الحمد لله احنا تعلمنا على الحياة الصعبة والصبر فظلت على الحار. أحمد النجفي: صدق لو قالوا صيني يحمى ما يتحمل، ثم يضحك على ما قال. لو ما الفلوس تجون للعراق تتحملون هذا الحر، إذا تأخذ 50 ورقة تستاهل، عوافي عليكم الشدات والخريج العراقي قاعد لا شغل ولا مشغلة. ايضا مداخله من غالب عزت: ودعتك لا راح تسافر ولا شيء، غير جاي تكرف بالعراق خوش كروف، كلها فلوس فلوس، وين تلقي هيك شيء بالعراق؟ ترى انا من منطقه الرميل الشماليه، واكثر شيء صعدت الحراره 55 الظهر. ما قايل شيء. تعليق من ابو مصطفى يبدا بضحكه ثم يقول: ما يدري احنا نشرب شاي ودرجة الحرارة 60 بالبصرة، والبصرة جزء من جهنم، العايش بيها متعذب بنارها. أخويا اعذرنا، ما عندنا طيارات تمطر عليكم، هذا حالنا، احنا طول عمرنا مشويين من كل شيء. الأقشم ملك الساحة، الأقشم وحش الشارع، عندما تنظر إليه وكأنه يقول للوريات الأخرى عزلوا وفتحوا إنشائية. اللوري الحمل المرسيدس بنز الأقشم، والذي أطلق العراقيون عليه هذا الاسم، اسم أقشم وأسماء أخرى مثل أفطس أفنص، موديل 1980، من أفضل سيارات الحمل بالعالم. لماذا؟ لأنها لا تتعطل، صامدة بوجه الزمن والتغيرات والاستهلاك، حتى تم إغلاق المصنع الخاص بها بسبب خسارته. ليش؟ لأنها لا تستهلك مواد احتياطية ولا تتعطل أبدا، حتى أنه كتب في الكتالوج الخاص بها: صنعت لتدوم لك ولأحفادك وربما لأحفاد أحفادك. لحد الآن أسعارها تصل إلى 120 مليون دينار عراقي، وأكثرهن محركات ستاندر ما مجفته أو بها تعمير شوية، ما أدري مو شوية. أنت هم سامع بمصنع ما سيارات يصنع سيارة ويخسر بيها، والسيارة مبيعاتها خرافية بس خسر. ليش خسر؟ تعال شوفك حجي. هذا شنو باعة؟ هذا ما مر عليك بحياتك، بس القدماء حجي يعرفون، الجيل الجديد ما يعرفه شنو. تعال خلنا ونسك. صلوا على محمد عمي، هذا خسر الشركة وخلى المصنع يقول
تندمنا صنعنا حجي. ايه خسر المصنع بعد من وراء قتمه قتشوم. خسرت شركه مرسيدس من وراء لان ما انباعت الادوات الاحتياطيه مالته، لان ما تعطل سياره ما تعطل. انت شايف سياره ما تعطل؟ ماكو عطل حجي، مكتوب بالكتالوج مالتها صنعت لك ولاحفادك. حجي تبقى مو بس لاحفادك، لاحفاد احفادك وما تعطل. حجي راح اقول لك فد موضوع، شكو حمل ماكو سياره تعته، شكو حمل عاجزين عن ينقلوه غير مكان، بس جيب القتشوم حجي. إيه عت لك يا عت، لو يصير مو حمل حجي سمع الونة مالته. تعالوا خلينا نفتحه يا حجي، هذا السحوله بالخبزه، هذا يموتون عليه حجي القدماء. با 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 طق طق. هاي الونسه حجي صعدت هالثاني، شنو عندك هنا؟ هذا الكلتش والبريك والبنزين. با حجي بعد ترتيبات هاي البرده للنص منها تقفلها. لا حجي قبل خلي نجي باع سويتش مالته. باع باع الونسه، والله هذا الفيديو اتمناه ما ينتهي، والله من الونسه اللي بيه. باع 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 العب باع 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 الالمان. قالوا لك مديت لي ذيك السنوات. باع باع هذا الجير مالته هنا. انا حجي بهاي اللقطة هسه انت مو فاتح سويتش ما تشتغل الا تدوس السويتش اللي جوا. باع باع اشتغل عندك القلوب وتدوس لها حجي قاس. بعد وراها نفس شو تسوي؟ باع اشتغلت. بس حجي شنو الله حجي فول الوضع. وعلى السيرنش كبره. يلا حجي هذا بس تحط لها من هنا، هذا الكلتش ومن هنا سايرة. هذا خيال، هاي راد لها صدق سواق. هسه انت تريد تطفيها، مين تطفيها؟ فر السويتش من هنا ما تطفى، السحبه من هنا بعد ما تطفى، هي هاي ما تطفى. شو تسوي لها؟ لازم هنا مال هوا جو الرجل مخلي لك. بابا تدوس عليه. با طفت قبل سمعت حجي الدشبول قدامك كل حديد. كل حديد تجي من هنا. هاي تشيك ما مالتك. كل شيء ما عندك حمل واطلع حجي. هاي النفاضات يقولوا لك حجي اتونس عدت الحمل. شنو الحمل اللي عندك الماكو سياره تشيله وتقدر له؟ هذا يقول لك جيبه حجي، انا عدت لك اياه وانقل لك اياه واوصل لك اياه وين ما تريد. شغلنا 20 40 50 ساعه شهر لا تطفينا عند طبيعيه المساله. انا الماني عمي ما شاء الله تبارك الرحمن. السياره ليره ونظيفه. با 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 حجي من هنا شوف قلت لك من تطفى من جوا. با هذا من هنا تدوسه. هذا حجي طفت السياره. اسمع للطبقه حجي، الطبقه الحلال طق. هاي ما تلقاها هسه ما شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. الله يعمرها لهله عمي حلال بيت اللواء. هذا سياره حجي ما يبيعوها هاي، لا للبيع ولا خليها هيجي. ماكو مكان طابقه يشغلون ويطفون وللمنسى يعني عافيه. الدنك جوا حجي باعه باعه حديد شيل امان. يعني هاي القوة حجي باوع. اي ما جاي نلعب احنا، يعني ما جاي نلعب اصلا. باع هذا هذا اذا مو 100 سنة و200 سنة ما يقبل. باوع بقول الحديد هذا خاص تعب صار بيه شيء. باع شخص ما تبع شي تريد شد علي تنكر عربانه قاطره ومقطوره عتهن عتهن حجي اكو تقل من الرمل قاطره ومقطوره عتهن عت والله وصعدن الجسر يمونون عليهن. حجي اللي ما يتابعني هو الخسران، المدايس متابعه خلي يتابع. هو نسكم وروح لابويا جايب لكم قنابل راح ينزلن ورا ذني ورا هذا المقطع قنابل. لا حجي على العالم مو على العراق، لا على العالم. انا وقت شوم شوف صار في حجي على مودكم. اونسكم والله اونسكم تابعوا. الشاب بدا متحمسا جدا وهو يتفاخر بفخر الصناعات الالمانيه الاقتشم المرسيدس بنز اللوري الذي شاهدناه ابو الوقفات والكلفات الما تهز الريح. فاخذ يشرح عن تفاصيل السياره وسويتشها الكلاسيكي وشكلها القديم المعهود المعروف لدى العراقيين. وبامكانك حتى اليوم مشاهده هذا الاقتشم الوحش في الطرقات الخارجية، يقاوم ينافس يثبت وجوده دون كلل أو ملل. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي كتبت حول الأقشم كانت كالتالي وسنذهب إليها. نبدأ من تعليق كتب من مو، يقول في تعليقه مو يبدأ بضحكة ماخذ كلامك على البنزين غاز هذا أبو فليحة. بعدين وين يعجز الوصف عن أبو العلامة الحجي أو الحجي جاب بال 82 وحده بجريزها من البصره بال 82.
تعليق من احمد: اي يابا والله عرفت المفتاح من اول نظره، عرفت هاي مات القشمه قتشوم ام الخبزه اللي ما تتعب وتكد 24 ساعه وما تخرب، هسه تريدها تخرب؟ ماكو عمي صدق مال اول. تعليق من خالد: انت خالد يقول انت شايف من تطلع بالقشمه الظهر ايام الحر، انت شايف اذا اكسن ابو الغوه والدشبول كل حديد أويلي يابا، وحق الله مو تكره روحك، تكره حتى اليوم اللي جيت به للدنيا. حسين يقول، حسن يقول والله عرفتها من قلت خسارة وبيها مبيعات، لأن شان أكو عندنا وحدة مثلها هسه أكو منها، لو ماكو نريد وحدة بس شوي شكلها صار قديم، يراد نفس الشيء بس موديل جديد. هسه نحكي لك ويا الشركه يعيدون المصنع من جديد ويسوي لك اقشم موديل 2024 مدري 25. تعليق من احسان علي يقول ابويا استلمهن سنه 81 ولحد الان بعدهن عندنا بلاديات، والبادي مالها نظيف والمحرك نفس الشيء. ما اعرف شركه مال تصنيع السيارات لو طيارات اقوى سياره بالعالم. عباس ويقول لك لا تحب الألماني يابا، غير هي ألماني، الماكينات ما تخرب أبد، حتى المنتخب يسمون الماكينات الألمانية، يعني لآخر لحظة يلعبون وما يستسلمون، نفس محرك الأقشم الآخر يوم بعمره يشتغل. من هاي طلع المنتخب الألماني من بطولة أمم أوروبا. لا يختلف على موهبته وصوته الجميل الأكثر من رائع، خصوصا عندما يقوم بتقليد أصوات المشاهير والفنانين العراقيين وغيرهم. نتحدث عن هذا الشاب العراقي الذي لاقى شهرة واسعة وانتشارا بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب خفة دمه وتمكنه من تقليد الأصوات بشكل لطيف وعلى طريقته الخاصة العفوية. لنتابع. راح اتحداك تحدي من عشاء، اذا قلدت صوت هيثم يوسف اليوم عشاك علي. اكيد اكيد. حبيبي ما اقدر انساك، والله بتحمل بلياك، عمري القضاء بس اطلب رضاك، عمري خلص وين القاك. زين سعد الحلي. يا والي يا والي يا والي يا والي يا والي. صباح الخيات. جيناكم يهجر اللوم. جزلان. اوصيك باللوم. عم بخروح لتعيش. ريد ان اغنية عاد تكة. يا بي شو تكة. يعني دبل سنتر. يعني دبل دبل. ولحم الغنم. ولحم الغنم. هاي تكة طيبة عم. ولحم الغنم. لحم الغنم. جتك هدية وكل شي بحسابك، وجتك هدية وكاي جتك هدية جتك هدية. تعال اشرب شاي وجتك هدية. شو شاي اقلص سفر وسكر. إذا تقلد صوت الفنان هيثم يوسف وصباح الخيرات والمطربة غزلان اليوم عشاك علي، الشاب قبيل التحدي وفاز بوليمة عشاء في إحدى المطاعم ببغداد كما شاهد. شيشين تكة، كل هذا اللي سواه شيشين تكة، والله عمي زين. الفيديو الطريف هذا نشره المدون عمر عادل الدلفي على حسابه الخاص في انستغرام، يتابعه حوالي 500,000 متابع. هو ينشر محتويات جميلة ومختلفة ومنوعة. انتشر هذا الفيديو أيضا سريعا في السوشيال ميديا وحاز على ردود أفعال وكومنتات كثيرة جاءت مشجعة لموهبة الشاب، وتمنى آخرون له التوفيق في مشواره ويحصل على دعم يستحقه طبعا ليصل إلى حلمه وإلى كل ما يتمناه. هدير عبد الرزاق بلوجر وصانعة محتوى مصرية مهتمة بالموضة والمكياج، تقول أنها ممثلة تثير الجدل طبعا بين فترة وأخرى، عاد اسمها لتصدر الترند من جديد بعد انتشار مقطع فيديو فاضح خادش للحياء ظهرت فيه في وضع مخل بالآداب.
تم تسريب مقطع الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، هذا ما أثار حالة من الغضب والاستهجان والجدل. لكن بعد انتشار الفيديو الفاضح المسرب لها ظهرت لتدافع عن نفسها وتقول أن الشخص الذي كان معها في الفيديو هو زوجها على سنة الله ورسوله. أثبتت ذلك بالأوراق الثبوتية وعقد الزواج الرسمي ثم انفصلت عنه، ولكنها فضلت التكتم على حياتها الزوجية حتى انكشف كل شيء بعد انتشار الفيديو. أنكر وأقول إن أنا اللي مش في الفيديو، أوكي؟ الفيديو بتاعي، بس أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وحياة لا إله إلا الله، أنا ما أعرف هو انتشر إزاي، ولا أعرف ده حصل اللي حصل ده إزاي. أنا أصلاً لحد وقتنا هذا وأنا قاعدة بكلمكم وطلع لايف، أنا موبايلي اللي أنا طالعة، موبايلي اللي أنا كنت بطلع منه لايفات متحرس في القضية اللي أنا كنت فيها، لسه حرز في النيابة، يعني أنا تليفوني متحرس في النيابة، تمام؟ الفيديو ده أنا معرفش هو انتشر إزاي وليه، تمام؟ الشخص اللي كان معايا في الفيديو ده مش زي ما الناس بتقول في الكومنتات، الولد اللي انا كنت بطلع معاه في الفيديوهات، ولا الولد اللي انا كنت بصور معاه ترندات، ولا الكلام ده خالص، تمام؟ اقسم بالله العظيم انا ما بني ادمه مش كويسه، ولا بني ادمه تربيتي واخلاقي مش كويسه زي ما الناس بتقول، ولا الكلام ده خالص. انا بس طالعه ابرر حاجه واحده، انا كمان مش طالعه ابرر موقفي، بس انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من 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 كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنه الله ورسوله بشرع ربنا وحلال ربنا، ادي قسمت الجواز، تمام؟ في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت علشان خاطر انا ما كنتش حابه حد يدخل في حياتي الشخصيه، ما كنتش حابه اعرض حياتي الزوجيه زي ما حصل قبل كده واكرر اخطائي، كنت عايزه اعيش في حالي وفي حياتي. ما حصلش نصيب، فين اديني كده الموبايل، واتطلقنا، ادي قسمت الطلاق، اشهار طلاق، تمام؟ اتطلقت منه من سنه بالظبط عشان خاطر ربنا. اي حد بيشعر الفيديو خصيمي قدام ربنا يوم القيامه، لان انا اهلي اتدمروا وحياتي اتدمرت. انا بعد الجوازه اللي انا اتطلقت منها دي بتاع صاحب، انا دلوقتي متجوزه، انا اتجوزت ست متجوزه، هتطلق او اتطلقت بيتي اتخرب. انا بعد ما خرجت من مشكلتي اللي انا كنت فيها، انا اتجوزت بس انا ما كنتش عايزه برضو اعلن، فانا حاليا حياتي باظت. هدير عبد الرزاق اشتهرت لأول مرة عندما قررت الزواج من رجل في الخمسينيات من عمره يدير مالها ليليا، لكنها انفصلت عنه فيما بعد، وبعد زواج دام 3 سنوات فقط. حاليا هي مطلقة وليس لديها أولاد، تصف نفسها على صفحاتها على فيسبوك بأنها ناشطة اجتماعية، وهي الآن في حالة انهيار عصبي تام كما شاهدنا بعد انتشار مقطع الفيديو في معظم منصات التواصل الاجتماعي، وتناشد لعدم نشره ومشاركته وتداوله. ردود الأفعال والتعليقات والآراء المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي حول قصة هدير وما تعرضت له بسبب تلك الفضيحة كانت كالتالي. سنذهب إلى التعليق الأول، ونبدأ من تعليق كتبه عبد المنعم. ماذا قال عبد المنعم عن هدير؟ يقول: هي دي بقت مشاكل مصر، هدير ومش عارف مين وشيرين وحسام، يعني مشاكل الكهرباء والنور بيقطع على الناس، وغلاء الأسعار، وأعداء بالخارج، وسد النهضة، وغيره وغيره. تعليق من آيلة تقول في تعليقها: ربنا يسرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليه، وربنا يسامحها وخلاص، يا جماعة استروا في الأرض يستركم من في السماء. تعليق آخر من ثابت يقول في تعليقه: على سنة الله ورسوله، ليش أنت بتعرفي سنة الله ورسوله؟ لو بتعرفيها ما بتطلعي بهيك منظر، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هنا تعليق من حسون يقول: ترى مو أرانبت الزوجة زواج كلاوات أصولي وتنشرن فيديو حتى تطشن، ومن تلزمن تقولن تلازمن تقول الرجلي وتتطلقن، وهاي الأوراق صارت واضحة الشغلة، تردن تسوين فيديوهات سافرا ومثلا.
تعليق من اورينتال يقول هاي يا هي اللي ينتشر لها مقطع مالتها تقول انا وزوجي ما تقولوا لي ايش طلعت هاي زين اذا انت هيك ليش تخلين زوجك يصورك وانت بوضع مخل. تعليق من لوكاس ميبو يقول هذا يسمى سوب الفوضى، معناها اذا كنت غير معروف اعمل فضيحه وخلي الفيديو يتسرب وبعدها تصبح معروف اكثر، المشاهير الغربيين يتبعون هذا الأسلوب. من هدير عبد الرزاق ومن قصتها وما حصل معها وصلنا بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لهذا اليوم. هذه كانت معظم القصص والفيديوهات الرائجة والمتداولة والتي يتم الحديث عنها في منصات التواصل الاجتماعي. نلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل مع مجموعة جديدة من الأحداث والقصص القادمة. إلى اللقاء.